سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من الدار الدار دار. اذا دخلتي للحلقه بغيت نقول لك قبل ما تسمعها ضروري خصك انك تشوف الحلقه نتاع البارح، لانه هذا الجزء الثاني والا ما غادي تفهم في اليوم والو. خليني ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. كتقول سلمى فاش خرجت غادي نرجع عند ديك المراه اللي كانت جالسه عندها واللي طيحت ليا الجنين. السيده اللي املتها ماما عليا، خاصكم تعرفوا هو الاول بلي انه حتى شي حد في عائلتي ما كان عارف بلي انني كنت في السجن من غير ماما وهاد المراه. ما عاودتش ليهم لانهم ما كنتش جالسه معاهم في الدار. ديك المراه اللي رجعت لعندها لقيت عندها واحد البنت خدامه عندها، لكن شنو كانت خدمتها؟ كانت الخدمه ديالها انها كتخرج بالليل كتسهر مع دوك اللي من الدوله العربيه الاخرى، بمعنى اوضح كانت كتفسد. انا كان دوري في ديك الدار بحال شي عامله منزليه، كنغسل الماعن كنطيب، وديك البنت ديما مجبده ومسرحه وهزات التليفون ديالها وغير كتضحك. انا مني تخمال مني كلشي. التعامل تاع ديك المراه ولا قاصح معايا بحكم ديك البنت الاخرى كانت كتجيب ليها فلوس 1500 درهم كل ليله، حيت كتدخل ليها فلوس كانت كتعاملها مزيان. هادشي كله وانا كنت باقا على علاقه بهداك اللي دخلت بسببه الحبس، باقا كندوي معاه تنقول ليه اول الناس انا المراه اللي عندها دابا راه ما مزياناش، خاصني نخرج من عندها، خاصني نمشي عند صاحبه ماما، حيت ماما كانت قالت لي سيري عند صاحبتي. مع عاودت لها شنو كيوقع عند هادي، انا ما كنتش كتشاور مع ماما، هو مع من كانت كتشاور، كل شيء كان على يديه هو. تيقول لي لا غادي تبقاي عند هذيك، وانا ما قدرتش نقول ليه راه عندها واحد خيتي كتخدم غير بالليل، حيت كنت كنخاف لانه يقول لي راكي درتي شي حاجه. وبقوت ما كنخاف منه كنبقى كنترعد. واحد النهار غادي نمشي عند البرا عند من انا جالسه، وقلت لها خالتي بغيت نمشي مع فلانه فين كتمشي. قالت لي واش كدوي بصح علاش بعدا؟ قلت لها حتى انا بغيت نعاونك. بالعاني خليتها من الجانب ديالها باش انها توافق، وقالت لي عندك تندمي؟ لا ما غاديش نندم. وباش نكون معكم صريحه ما كنتش حامله انني نقول لها هذا الكلام، ولكن كنت باغا غير شي طريقه باش انني نخرج من تما. فعلا ديك الليله مشيت معاها وداز كلشي كيف ما هي بغات، وتيبان لي داك العالم اللي كان في شكل. تخيلوا وحده ما كانش حتى تخرج من الدار، مشات نيشان خرجت الفساد كيف تنقولوا من الحماره للطياره. ديك البنت فاش خرجت معها الليله الاولى تلاقات مع صحاباتها، وانا غير كنشوف فيهم هما تيشربوا، وكانوا يقولوا لي ضروري خاصك ديري هادشي باش تقدري انك تكوني مطلوقه ومفتوحه مع الناس وتعطي كل واحد وقته. انا كنت تنحشم بزاف، تبقى غير جالسه بوحدي. جالسه حداها كانوا عندها صحابه بزاف من دوك الشواد تيضحكوا وكينشطوا، وانا كنبقى غير كنشوف ما كنقدرش انني ننسجم حيت انا ماشي من هادوك، وانا بنت دارنا. حتى وليت بشويه بشويه كنمشي معاها، وهنا تبدلت نظرتي للحياه وكرهت كلشي. ودورت الكاميرا ولقيت بلي انا وداك خاينه هو السبب، هو السبب باش خرجت من دارنا، هو السبب باش تحبست، هو السبب باش انا في هاد الطريق اليوم. غادي نقطع عليه كلشي وما بقيتش كندوي معاه، وهذا يعني بلي انه ما كانش حب، كنت غير متعلقه به حيت كان كيبان ليا المنقذ ديالي، لكن داكشي كله كان غير اوهام. تصوروا معايا كنت واحد البنت من عائله محافظه بزاف، الزنقه ما كنتش كنخرج ليها، منين بديت كنخرج ليها بوحدي لقيت بحال عندي شي فوبيا، بحال كلشي تيشوف فيا، الهرج ديال الناس والضجيج ديالهم كيخنقني، وتنقول غير امتى ندخل، تنقول ناري شي حد غادي يجي دابا يتعدى عليا ولا يسرقني. وليت نخرج مع ديك السيده وخرجت على الطريق لمده 3 شهور، حتى لواحد النهار مشيت خرجت كريت بوحدي. صافي وليت كنجمع واحد الحصيصه اللي كانت شويه طالعه اللي خلاتني انني نستقل بذاتي. ديك اللي كنت جالسه عندها ما عجبهاش الحال ونوضت معايا صداع. من بعد مشيت لمدينه واحده اخرى على قبل واحد السيد اللي عيط عليا بغاني تما، راكم عارفين مزيان علاش بغاني. غير انا نزلت غادي يوقف عليا واحد السيد وقال لي اقسم بالله حتى عجبتيني وبغيتك الزواج، عافاك عطيني لمرتك. لا لا خويا اسمح لي انا كنتسنى في خويا دابا ونمشي في حالي. لا لا الله يعطيك الصحة عطيني لمرتك، انا والله حتى ناوي معاك الزواج والمعقول، غير عطيني لمرتك وغادي تعرفي على نيتي اللي صالحه، انا راه مطلق وعندي بنيته وبغيت نتزوج بك. انا مع ما مولفاش هذاك الفساد، قلت ربما هذا هو ولد الناس اللي يقدر يصدق. كانت عندي انا داك 19 سنه مازال ما قديتش لاكارت ناسيونال ديالي. فعلا عطيتو نمرتي ورجعت منين جيت، دويت انا وياه في التليفون بقى كيحكى عليا باش انا كيتزوجي بيا. انا شنو درت؟ هاد ولد الناس خصني نعاود ليه كلشي، وبصح عاودت ليه كلشي كاع داكشي اللي وقع معايا الا ديك القضيه ديال هذاك اللي شفر
بلي انني كنت على علاقه به، بقى كيبكي معايا وتيقول لي انا غادي نكون بحال باك بحال خوك كيف ما انت بغيتي. مع كان كبر مني بعشر سنين، داني معاه لدارو بلا عقد بلا والو. جلس انا وياه بدون ما يطلع لي لاكارت ناسيونال ديالي، بقيت جالسه في الدار عنده بالعلم تاع خوتو اللي كانوا باغييني، ولكن ما كانش قال لهم اي حاجه فيها شبهات عليا. من بعد ماما بقات كتهضر معايا خاصكم ديروا العقد سربيو، اش هذا الحرام، حنا راه مولفين بهذا الشيء. ما نكذبش عليكم، دوزت معاه 6 شهور بلا زواج، وانا قلبي كان كيقول لي لا هاد ولد الناس ما خصكيش تزوجي به، وواحد الطرف مني كان تيقول لي لا خاصك تستري وتزوجي به وتقدري تصالحي مع داركم وتحسن الحياه ديالك. ولكن الجانب الاخر اللي كان رافض، واحد الرفض اللي كان كلي، حيت بديت كنكتشف شي امور مع الوقت عليه. هاد السيد كان باقي مره كان تيهضر مع الطريقه ديالو، تيقول لي لا انا راني باقي تنبغيك. انا فاش تنجي كنقول ليه صافي بلا ما نديرو حتى شي عقد حتى شي حاجه، تيقول لي لا راه غير على قبل بنتي باش كندير معاها هاد الشيء، وشد عليا النفقه وبالعاني تندير ليها بحال هكا. المهم بقاو مسايسين معايا لا هو لا دارهم حتى النهار ديال العقد، وهنا غادي نحصل عليه شي امور مع الطريقه ديالو من جديد. بديت كنجمع حوايجي في الباليزه، اخته كانت كتخرجهم ليا وكتقول لي لا والله الا خرجتي انت اللي غادي تكوني مرت خويا. فبحكم التربيه ديالي لاحظوا فيا بلي انني ما تنخرجش، ما كنقولش ليه شري ليا، انا طبيعتي دايره بحال هكا، كنبغي نعيش غير في سلام. الشرم هو الاخر ما كنتش كنطلب منه، اذا هو نسى بعض المرات شي حاجه في الدار كيعيطها ليا باش نلوح عليه من الشرجم. ديك النعام ما كنتش كنقدر نقولها احتراما ليه هو قدام الناس، كنت كنمد ليه غير يدي بلا ما نبين وجهي، كنت كنتهلا فيه، كنوجد ليه ماكلته، كنت نعمه الزوجه رغم انني خرجت ديك 3 شهور على الطريق، ورغم اخطائي ولكن الداخل ديالي كان باقي محافظ على فاش كبرت، والداخل ديالي كان زوين بزاف. لحد الان انا باقا عارفه ومقتنعه بلي انا بالدارنا. تكتبت انا وياه، عيطت على جده وسولت فيها باش انني نتصالح معها، وخا سمعت خالي كانت تيقول ليها قطعي عليها، هي حست بيا بلي انني سمعت وحاولت تقلب ليا الموضوع، وخا شبعت بكا من بعد ما قطعات. المهم دوت معها على اساس بلي انه بلي انا راه تزوج وبغيت نجي نشوفهم انا وراجلي. قالت لي شوفي يا سلمى بنتي، حنا تنقولوا للجيران والناس بلي انه الماما ماك مشات جلستي عند عمتك بيد ما جات، دابا غادي ديري بحال شافك شي ولد الناس عند ديك عمتك، ودابا غادي تجيو على اساس بلي انه باغي يديروا حق الزواج عندنا. قلت لها صافي واخا مرحبا. انا فرحت غير حيتاش منين قبلوني من جديد. ماما غادي تصيفط لينا واحد البركه هي باش مشينا لعند العائله، غادي يمشي معنا مو وبا واختو، وانا اللي تكلفت بكل شيء بالطريق بكل شيء. طريق كلها وانا كنت كنترعد حيت الدار اللي مجرين عليا منها غادي نرجع لها من جديد. مشينا وصلنا، مع دخلنا كل شيء كان كيتسنى انا والله العظيم، ورغم داك الماضي ما كنت حاقده على حتى شي حد، حيت كنت عارفه بلي انا اللي كنت ضاسره. شفتني واحد خالتي وشدتني وعنقاتني وبقينا كنتباكاو، سلمت على كل شيء الا على داك خالي اللي جرى عليا ما بانش وما كنلوموش. كل شيء فرح بيا ومثلنا بلي انا يلاه تكتبنا واستقبلونا بالصغاريت والحليب والتمر. المهم فرحوا بيا مهما داكشي اللي وقع، ولكن هادشي كله من بعد خلصت عليه بالسبان، واللي يقول لي هاد راجلي توش به انا اللي صالحتك مع داركم وانا اللي فعلتك وانت اصلا غير هادي وهادي وهادي. المهم دوزت معاه 6 شهور الاولى، المهم دوزت معاه 6 شهور الاولى من بعد ما تكتبنا كانت بخير. مع الوقت كنكتشف بلي انه كان انسان كيتعطى الحشيش، ما بقاش كيصرف عليا. ماما هي اللي ولات كتصيفط لي الفلوس من الخارج وتصوروا معايا، غادي يبدا كيقسم معايا الفلوس بالنص، النص كياخذو كيشري به شي سبرديله ب 1500 درهم ولا شي حاجه اللي هي غاليه، والنص الاخر اللي كيجيني انا اللي كنتقدى به باش نعمر الثلاجه. شي اللي كنت كندير ما بقاش كيصرف. بعض المرات كان كيخليني بالجوع حتى العشيه ويجي سكران عزكم الله، تنقول ليه واش ماشي حشومه عليك مخلي واحد السيده هنا ما مخلي لها لا ماكله لا والو، تيقول لي سيري عند امي وراه غادي تعطيك، مالكي دافعه كبير عليها، خلي على الكسوه عمرو ما كساني. ماما هي اللي كتصيفط لي الحوايج، شحال من مره صيفطات لي هو براسو ما يلبس، الفلوس حتى هما. من بعد ماما دخلت المغرب وكل مره كانت كتصيفط لي التقديه من مدينه واحده اخرى، زوج بالز عامرين سكر اتاي صابون معن اي حاجه، ولكن ما كانش كتصيفط الفلوس حيت ببساطه عرفت بلي انه غادي ياخذهم ليا حيت انا ما كنخرج، واذا خرج هو كياخذهم. ما كانش هز المسؤوليه نهائيا، انا غنسميه مزوجه بواحد الراجل وصاف، لانه ماما هي اللي كانت هزانا بزوج. ورغم هادشي تنقول ما يمكنش انا نوض نطلق على ود الماديات، لا نهائيا ما كانش عندي هاد الفكره، لكن من بعد ما كثر بزاف من الخيانه، مره مع طليقته مره مع شي وحده، لدرجه انه وصلت به الوقاحه واحد النهار جاب لداري واحد خيتي قال لها طلعي اختي، تيقول لها اختي زعما باش انا يثبتني، وقال لي هذه مسكينه راني لقيتها في المحطه وراه مخاصمه مع دارهم، تجي دوز معنا غير هاد الليله
مع الصباح غادي يخرج هو وياها مع 5:30. فاش وقفت عليه قال لي مسكين غادي نتا نوصلها باش انا تركب. حصلت عليه بزاف ديال الامور، واخر وحده حصلت عليه هي انه كان تيمشي يبات مع شي وحده وكان كيكذب عليا وكيقول لي راني خدام. حتى لواحد النهار غادي طلع ليا واحد النمره ودوات معايا. الو واش سلمى؟ اييه. انا اللي مع راجلك. اه مزيان، انا عليك نيتكم تكنقلب. ما نكذبش عليكم، انا عمرني ما بغيت هذا السيد. اه عزيز عليا حيتاش تنط ليا وتعاطف معايا، ولكن عمرني ما بغيته. انت هي مرت فلان؟ اييه. لقيتها من الجنات والناس، فرحت ملي عندي دليل ملموس اللي بيه غادي نسلك راسي. قالت لي انا اللي تيجي عندي كل ليله. اها مزيان، راكم كتطلقوا ياك؟ ما قلتش ليها لا. قلت لها بصح عندنا مشاكل، غير هو مازال ما دفعنا الطلاق. اه غادي يجي عندك اليوم تاني؟ غادي يجي عندي اليوم بالليل. ايوا صافي، عرفتي شنو، ديري بحال ما كاين حتى شي حاجه. فعلا مش هذيك الليله ما بغيتش نقول ليه شي حاجه، حيت فاش كتوقع ما بيناتنا شي مشكله كيسورت عليا الباب باش انني ما نهربش. هاد النهار قبل ما يمشي لعندها بحال حس بشي حاجه، سد عليا الباب ومشى. تصوري راجلك جالس مع وحده اخرى وانت عارفه فين كاين وسد عليك باب الدار. مشيت نطرطق ديك الليله، غادي نصيفط كاع دوك الاوديوهات ديولي لختو وقلت لها هانتي شوفي باش ما تقوليش بلي انا ما تنصبرش، حيت فاش كتوقع اي حاجه كيبداو يدوروا عليا ويبقاو يقولوا لي لا راه كنا تنصبروا راه كنا عندنا مشاكل. ملي هو رجع الصباح انا ما قدرتش نصبر، جبدت معاه صداع وقلت لها شنو تدير وشنو تدير، وراه صيفطات لي ديك خيتي كلشي. دابا الله يرحم ليك الوالدين حلي الباب نمشي في حالي. قال لي لا ما غاديش تمشي. وهو داك النوع اذا حصلتي على شي حاجه ما كيتقبلهاش، خاصو يردك انت اللي غلطه. جاو دورهم وكلشي وتصوروا شنو غادي يقول لهم. قال لهم انا اصلا قابل عليها وها شنو دوزات، وراه غير حباسه وراه غير شفاره وراه غير فاسده. وعيلي تصدمت، عرفتوا كاع داكشي اللي عاودت ليه فضحوا قدام دارهم وشوهني به. يصحابني هذا هو الراجل اللي غادي يسترني. جاتني هيستيريا وبقيت نغوت على حرج هادي ونقول لهم دابا خرجوني من هاد الدار والا غادي نوض نقتلو، والله حتى نوض نقتلو. بقاو تيشوفوا حتى عياو وقال لي ما غادي تخرجي من هاد الدار حتى نطلقوا. على انا حمق نخليك تخرجي دابا؟ ما تمشي ديري وتفعلي وتركي، راني عارفك شنو كتسواي وشنو دوزتي. ويا على صدمه دفعنا الطلاق. ماما غادي تصيفط لي عاوتاني الفلوس باش انني ندفع ليه ونتكلف داكشي كله. عندنا سيمانه باش نطلق طلاق اتفاقي، دوزها عليا في الجحيم. تصورونا في بيت النعاس وهو في بيت الاخر كيدوي مع داك خيتي في ابل فيديو، تيضحكوا عليا تيعاود لها عليا وراها حباسه وراها فاعله وراها تاركه. انا تنصبر راسي وتنقول صافي غير تهدني يا سلمى، غير تهدني، بغيتي غير الطلاق راكي وصلتي ليه، زيدي صبري غير شويه لي سقي يعكس معاك ولا ينوض يدير لك شي حاجه ويحلك فيها. وصل داك النهار طلقنا. فين غادي نمشي يا ربي؟ ما عنديش فين غنمشي. شنو درت؟ مشيت لواحد المدينه فين كاينين الوالدين تاع بابا اللي جات مع رمضان غادي ندوزو معاهم، ولقيتهم بلي تا هما عائله منافقه بزاف. انا نعس في الصباح وكنسمعهم تيوشوشو مع بعضهم، ها هي دايره بحال ما كانوا حاقدين علينا. هي طلقات وراه داسره وفعله وتركه. خرجت من عندهم بما نقول لها بسلامه ولا الله يعاون، مصيبه من مور مصيبه. عاوتاني غادي نتعرف على واحد اخر من المهنه ديالي ديال الليل، وجلست في واحد الدار ديالو اللي كانت في واحد الحي اللي كان راقي بزاف اللي ما تيسكن فيها حتى شي حد، ولكن كانوا كيتجمعوا فيها غير مره بالليل باش كيسهروا مع بعضياتهم. ونفس الوقت غادي نخدم في واحد الصالون واخا فلوسو ما كانوش كافيني. هاد مول الدار وصحابو كان واحد الطبقه اللي كانت راقيه بزاف من البنات ودراري كيجيو غير بالليل كيجلسوا فيها وانا تنجي غير كنعس فيها. واحد النهار نسيت التليفون ديالي في الطاكسي وما غادي يصوني ليا غير هذاك اللي طلقت. جاوبو مول الطاكسي، الو شكون معايا؟ انا راجله جيب لي التليفون. فعلا داه ليه. انا ملي جيت نصوني على راسي لقيت بلي انا مول الطاكسي داه ليه. صونيت وبدل صوتو وقال لي الو، والله ما عرفتو انا مول الطاكسي فين كاينه. هو ديك المده كان باغي باش انه يرجعني باي طريقه وما عرفنيش فين مشيت، وديما كان كيهددني نهار غادي نلقاك غادي نجيبك بزز منك وندير لك ونفعل لك. فباش يثبتني قال لي جيبي لي 50 درهم ونعطيك التليفون ديالك في البلاصه الفلانيه. قلت له ماشي مشكل. مشيت لديك البلاصه اللي دار معايا فيها، غير انا هبطت من الطاكسي لقيتو جاي تيجري لجهتي، عطاني واحد القتله ديال العصا وكان هز معاه عقد الزواج القديم واخا حنا كنا راه مطلقين. بدا كيضرب فيا وكيعاود حيت لقاني في واحد الحاله ماشي هي هذيك. لباس كان مقزب والماكياج المهم شدني من شعري وطلعني الطوموبيل وكيوري لعباد الله عقد الزواج ويقول لهم هذه راه مرتي. داني للدار عنده وعطاني قتله. جاو خوتو بداو كيفكو فيا والو، بدا كيشف لي على راسي برجليه حيت اكتشف بشلا حوايج في التليفون ديالي اللي درتها في ديك المده نتاع الطلاق ديالنا. اه غادي يتعدى عليا جنسيا ونفسيا ولفظيا. سد عليا الباب وقال لهم اذا خرجت من هاد الدار غادي نذبحكم كاملين وبهذا اللفظ.
وكان يقدر يديرها. كلهم كانوا كيترعدوا منه حيت كانوا عارفين انه شنو تيسوى. بقيت على داك العذاب وشد عليا مده في داك البيت، وهنا غادي نكتشف راسي بلي انني حامله. وشنو غادي ندير يا ربي؟ انا بغيت غير نتفك من هذه المصيبه. ماما قالت لي ضروري تكتبي معاه من اول وجديد، حيت ما يمكنش انك تعيشي معاه في الحرام، وداك الجنين ما عمره ما غيقاد ليه الوراق اذا ما تكتبتيش معاه. لحد الان ماما ما عمرها كانت عارفه بلي انا دخلت لطريق الفساد. فعلا تكتب معاه وما كنتش حامله نعيش معاه، حيت ولا عارف عليا كل شيء، وحتى من عائلتي تهضر معاهم تيقول ليها راه فاعله وتاركه، كيفاش غادي نعيش وسط دارهم؟ وقال لهم عليا انا حباسه وفاسده و و و. وصلت به الوقاحه انه نشرف عائلته بلي انه تعدى عليا خالي جنسيا، مرضني بها في حياتي، حيت كل مره كان تيقولها لي وهو متاكد منها، وهذا الشيء عمره ما كان. واخا وسط هذا الشيء كله فرحت بداك البيبي اللي عطاني ربي في كرشي، وقلت هذا هو اللي غادي نعيش على قبله، كانه ديك الحماله غادي تشعل ليا واحد الشميعه في حياتي. هو فرح بزاف حيت على ما تيقول بلي انه تيبغيني بزاف، واخا بالعكس هذا كان بالنسبه ليا مرض. الفتره ديال الحمله كلها تبدل، كان مهلي فيا، واللي تشهيتها كان كيجيبها ليا، كان كيتعامل معايا مزيان، وهذا الشيء كان فقط في الفتره نتاع الحمله ديالي. ملي قربت نولد ماما كانت دخلت نهائيا من ديك الدوله، جات لعندي نيشان جايبه لي كادوات اكثر مني انا، حيت كان عزيز عليها، كانت كتشوفه بحال شي اب ليا. واخا كنت كنعاود ليها ما كانتش عارفه الحقيقه، حيت كان ديما تيتشكى مني لعندها وكان تيلومني انا. جابت ليه الكادوات هو لدارهم للبيبي، جلست معايا سيمانه، خرجتني ساراتني وعطات ليه الفلوس باش انه يخرجني ويدورني. من موراها غادي نمشي انا وياه لدارنا وانا حامله. مشينا لدارنا ومشى معانا، دوزنا ديك الفتره، رجعت انا وياه ولحقت علينا ماما حيت غادي نولد، وهنا تكلفت ليا بجميع المصاريف تجوري. ولدت ورجعت لداري، الشهر الاول داز مزيان، من بعدها رجع كل شيء كيف ما كان، المشاكل والصداعات. واحد النهار تناقشت انا وياه ومشيت لدارنا ووجهي كان كله مضروب، تما فين غادي يعرفوا بلي انني راني مكرفسه معاه؟ بقاو عليا ولدك باقي صغير، كيفاش غادي ديري؟ خصك تصبري على ولدك. رجعت عاوتاني لعندو، والمشاكل والصداع، دازت عام ولقيت راسي حامله للمره الثانيه، وما كنتش عواله ولا باغا. وانا عندي ولدي الاول كنتسنى غير يوقف على رجليه ونهزوه ونهرب، ساعه مكتاب غادي يقول كلام اخر. ميمكنش ليا نهز ولدي ونرجع لدارنا وانا مطلقه، حيت واخا تصالحنا ما نسيتش بلي انه كانوا مجرين عليا، ما نقدرش نعاود نرجع ليها، خصوصا اذا هو ساق ليا الخبر غادي يبغي ينتقم مني، واسراري اللي امنتهم عليه غادي يمشي يفضحهم، وضروري ما طيحش روح في ديك الدار. بديت نبكي وندعي الله يا ربي ما يكملش هذا الحمل، حيت كنت في عز المشاكل جولي. هو فرح ديما كان كيقول لي بالولاد باش غادي نشدك حتى ولدت ولدي الثاني. كاين بزاف نتاع التفاصيل اللي صراحه ما غاديش يكفيونا فيهم حتى نهار باش انا نعاودهم لكم، ولكن باختصار مفيد، منين ولدت ولادي بزوج تفرقت معاه ورجعت معاه بزاف ديال المرات، يمكن شي 3 حتى 4 ديال المرات. من بعد هربت وما عرفنيش فين مشيت ليومنا هذا. انا اليوم مطلقه منه، لكن لحد الان هو باقي تيقلب عليا، ولو كان عرف بلاصتي غادي يدير ليا الشوهه باش كلشي يحقد عليا وما نلقاش فين نمشي ونرجع لعندو. مع هو عارف عليا كلشي، بعض المرات يقول لي راسي سيري انتحري بسبب داك العذاب النفسي اللي مدوز عليا، تيكرهني في راسو كيجبد ليا الخبايا ديولي قدام الناس يشوهني بهم، راه ما يمكنش كيفاش كيدير ليا. المهم انا انتقلت لواحد المدينه واحده اخرى، تغلبت وخرجت نرجع لخدمتي ديال الليل، الخدمه اللي ما راضيش عليها مولانا وما رضاوش عليها والديا. ولادي واحد عنده عامين وواحد عنده 4 سنين، في الخدمات العاديين ما غاديش يكفيوني الفلوس باش انني نكري ونشد شي مراه لانها تقابلهم باش انا نخدم. وباش نكون معكم صريحه، انا غير تلقى السبه لراسي وعارفه انني نقدر نخدم اي خدمه وندمر بالحلال ونعيش، ولكن انا بغيت ربي يهديني. انا قريت التجاره الالكترونيه وكنحلم ننجح فيها ومركزه عليها، لكن خاصني واحد راس المال اللي ما كاينش اللي غادي يعطيه ليا. ماما ما بقاتش خدامه كيف الاول باش نعول عليها، ولحد الان هي عند بالها بلي انني راني تنخدم غير فهاد التجاره الالكترونيه، وما عرفاش بلي انني كنخرج بالليل. ولادي بغاهم باهم، لكن ما بغيتش نعطيهم ليه، ما كيصرفش عليهم نهائيا، تيقول لي اذا بغيت نصرف عليهم انت غادي ترجعي ليا. وانا تنقول داك النهار عمرو ما يكون، ولكن انا تنقول بلي انني في هاد الطريق الفاسده غير بين ما نجمع واحد راس المال. تنقول شوفي يا سلمى، انت في هاد الطريق العوجه جمعي بها راس المال باش تبداي انك تحركي في هاد الشيء نتاع التجاره الالكترونيه، حيت اصلا ما يمكنش نكمل في هاد الطريق وانا عندي 2 نتاع الدراري، كيفاش غادي تكون النفسيه ديالهم؟ ما يمكنش، وانا مع راسي اصلا ما مقبلهاش وكنحس بلي انني مضطره نخدمها. بديت كنجمع الفلوس، لكن رجعت مؤخرا تنقول اجي يا سلمى، انت دابا كتجمعي في هاد الفلوس اللي باغا تخدمي خدمه اللي هي حلال، ولكن راكي باديها بالحرام،
هذا هو الصراع اللي عندي مع راسي، كيفاش غادي ندير ليها؟ ولا حيلة مع الله؟ اذا مثلا مشيت غدا ولا بعدا ان شاء الله بعيد في المستقبل ديالي، البدايه بدات بالحرام. هذه هي قصتي، كنتمنى نتوب ونتبرأ من اي حاجه دوزتها في الماضي، كرهت كل شيء وبغيت نرجع لديك البنت نتاع دارنا اللي كدير الزيف وجلي ليبو وما كتخرجش بزاف. وانا متاكده بلي انه في مقاريب غادي نرجع بحال هكا ان شاء الله. انا محاربه حاليا مع راسي حيت ما باغاش نكبر ولادي في الطريق ديال الحرام. الهدف من حكايتي كلها من غير العباره انه اللي يسمع قصتي يدعي معايا بالهدايه، وبلي انه الله يبين لي شي طريق زوينه وديال الحيال، واللي بغى يعايرني غير يعاير، لانه انا براسي كنعاير راسي وكنلوم راسي. هذه هي حكايتي. لاله سلمى، يا لاله سلمى، حاشا ولله انه يعيرك شي حد، اكيد ربي مطلع على القلوب ولا يعلم صدقها الا هو. ما عند الحق حتى شي حد فينا يأذيك بالكلام الجارح، النفس اللوامه هي كافيه كتعذب اكثر من كلام الناس. الله يهديك، انا كنثق بك بلي انك غادي توصلي واحد النهار ان شاء الله، لكن كيف قلتي لا حيله مع الله، ما عارف شنو غتقدري ديري، ولكن ضروري انك ترقي بالحلال باش انك تشري الراحه لوليداتك وديال صحتك وديال عقلك. عمر مولانا ما تيبارك في الحرام، ولو كاع بغيتي تبداي به ربي ما ينزلش لك فيه البركه. انا جد فخوره بك لانك قدرتي تعترفي اعتراف كامل جميع تفاصيل حياتك. حاولي انك تجددي التوبه ديالك مع مولانا، حاولي انك تقلبي على شي حاجه وحده اخرى فين تقدري تجمعي منها دراس المال باش ربي يسهل لك فيه. شكرا على القصه ديالك، شكرا على العبر اللي عندنا في القصه ديالك. وانتم يا متابعين يا كرام، ما عرفش شنو النصيحه اللي تقدروا تخليو ليها، ولكن في اغلبيه الوقت تنقولوا بلي انه الزيار نتاع الاطفال ماشي مزيان. خص الطفل يعيش ما بين الوسطيه، خص الطفل تكون عنده الحريه ديال انه يختار ما بين هذه وهذه. هو ملك للذات ديالو، هو ملك للروح ديالو. حنا مصاحبينه في الدنيا باش اننا نديروا له العقل، باش ننصحوه، باش نعاونوه، ولكن كونوا اكيدين الا كنا كنشدوا وليداتنا وكنزيروهم حتى تتقطع فيهم النفس ونبغيو نحكموهم بداكشي اللي عندنا حنا وبالراي ديالنا وبعقلنا حنا، كونوا اكيدين غادي يجي واحد النهار يطرطقوا، وماشي بعيد انهم يطيحوا في نفس الحاجه اللي طاحت فيها سلمى، لانه هادشي اللي وصلت ليه كل اليوم حيت العائله ديالها كانت كتحكم فيها. الام اللي عندها دخل في بنتها، وحتى الام خصها تعرف كيفاش تصرف مع بنتها، ماشي حيتاش بنتها راه الملك ديالها، لا، البنت ملك لنفسها، ولكن خصني نرشدها بآه، لا، علاش، كيفاش، وهادشي اللي كاين. عافاكم ما تبخلوش على سلمى بنصائح ديالكم. هي اليوم كتقول ما كرهتش التوب من دابا، لكن خصها راس المال وما عندهاش منين تجيبو الا انها تخدم واحد المده اللي هي قصيره في طريق الفساد. فعافاكم دعيو معاها ونسال الله السلامه والعافيه، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.